السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش نشحن تيك توك بيطا او تيك عادي عن طريق في بي ان نتاع برازيل. جينا ارخص نتاع الشحن تيك توك. اولا دخول الى جوجل بلاي، بعد في خانة البحث نديرو في بي ان، في بي ان هذا هو تاع البرازيل خاوتي، هذا هو. بعد واش ندير؟ نكتيفي في بي ان خاوتي، نديرو تشغيل. هل تريد مقابلة صديق جديد على بعد بضع مئات من الامر؟ دركا نديرو التشغيل، هذا خطلع لنا مفتاح نتاع في بي ان، ومن بعد نروح لجوجل. بعد واش ندير هنايا؟ ندير شحن تيك توك، بعد نضغط على الرابط الاول بهذه الطريقه، ندير تسجيل الدخول، وبعد نختار استخدام الهاتف او بريد الكتروني، وبعد ندير جيميل. دوك ندخل معلومات نرجع لكم. دركا هي دخلت الى جيميل، خاوتي دركا رانا درنا دخلنا بحساب تيك توك. دركا نشحنو وشحال جينا من دولار، فهمتو خاوتي؟ هاي دركا نحوس نشحنو تاع 3500. دركا نشوفو شحال جينا بالدولار. جاتنا 200 ريال برازيلي. دركا نحسبوها في جوجل، باش نحسبوها شحال جينا. دقيقة خاوتي باش نقيدو شحال جينا. باش نقيدوها خاوتي، شوفو معايا مليحنا خاوتي. شوف درنا 202.65 برازيلي، 202.65 65، جينا 36 دولار. احنا نروحو وحده رخيصه 1400، جينا 81، ندير 81 81، جينا 14 دولار. حنايا نديرو تاع 600 680. خاوتي عندي كونيكسيون ضعيفة، معناها هنا باطل خاوتي بالشحن تاع برازيل. احنا عندنا 39.38، نديرو
حقينها 39 39 39 فاصل 130 جتنا 7. شتو رخيص اخوتي معلش درك درنا 680 ومن بعد واش ندير؟ ندير اضافة طريق بطاقة الخصم معناه تعرض دبي. دوك نعمر معلومات نرجع لكم خوتي. هنايا عمرنا معلومات تاع بطاقة دبي ومن بعد الدفع بهذه الطريقة. نستناو سيتم الشحن. عندي شوية كونيكسيو شوية ضعيفة، نخدم بكات جي تاع موبيليز هذيلة شوية خاوتي. معالج الدفع حساب آمن، أنا هذا موقع رسمي خاص بتيك توك ولازمكم عندك في بي ان تاع برازيل. معنا سومة خيالية خاوتي، خير من تطبيق نتاع تيك توك. وان شاء الله عندكم فيديوهات نتاع شحن تيك توك بأسعار رخيصة. هاي فيزا خاوتي نتاع دبي خاوتي بدون حظر، بطاقة دبي بدون حظر. تحقيق من أمان حسابك. اكتمال شراء، لقد تم شحن 680 عملة. شوف واش حدولنا من الدولار. دير مقارنة بين تطبيق نتاع تيك توك وموقع نتاع تيك توك برازيل، فرق كبير 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 خاوتي، تكون على بالكم. دوكا خاوتي ها هي تيك توك، شو نحونا 7. شتو خاوتي شحنا تقريبا 680، معنا 680 خاوتي شحنا بالتطبيق ديك تقريبا 10 دولار ولا 11 دولار. بقاتنا 3 وتقدر تشحن. شوفوا هذه 3 شحال جبنا من عملة نتاع تيك توك في موقع تاع برازيل خاوتي. ميديوش لها حظر، ما تخافوش لدبي. هي مشكلة إلا شحنتوا بالوايز بالفي ان يديكم حظر، لدبي ما فيش حظر. الله يبارك عجبتني لدبي. لو كان نديرو مثال نديرو حنايا 700 عملة شحال جينا بالدولار، نديرو 40.55، نديرو شحال قلنا خاوتي، نديرو 40.55، نبدلو الشحن. نديرو 350، عشرين فاصل خمسة وعشرين. شوف 3.69، شوف شحال تجيبلي، تجيبلي 350. إذا نديرو تاع 70 نديرو 4.05. شوفوا معي مليح، ها 4.05. شوفوا ها مثال، نديرو 8، مثال 8.010. شوفوا صافي 140 عملة جينا 1.47 دولار. شفتوا معايا خاوتي فرق كبير 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 كبير. هذه طريقة باش تقدر تشحن تيك توك عملات بأسعار رخيصة جدا جدا. وان شاء الله بربي ندير لكم فيديوهات خاصة بالشحن تيك توك. اجيكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.